أفواجا أفواجا تخرج وحدات الجيش الوطني من ثكناتها كخروج الأسود من عرينها، ملتحمة بالوحدات العسكرية الأخرى من قوات الجيش الوطني. فتحركت السرية الثانية من الكتيبة 166 مشاة بمعنويات تعانق السماء لتدافع عن تراب الوطن، ويحمل أبطالها أكفانهم بين أيديهم فداء لترابه. وفي ظل هذا الدعم والتعزيزات العسكرية المتواصلة، خرجت سرايا الأبطال من الكتيبة 128 مشاة إلى مواقعها المحددة لتؤازر وتعزز وحدات الجيش الوطني في مختلف المواقع. ولا زالت تتداعى قوات الجيش الوطني للدفاع عن تراب الوطن ضد الاستعمار التركي والمرتزقة والميليشيات الإرهابية، جاهزة لتنفيذ أوامر الموت في سبيل تحرير الوطن، ليسجل التاريخ شجاعتهم وبسالتهم وملاحمهم التي سطروها ويسطروها في حروبهم ضد الإرهاب والمرتزقة. تعزيزات ليست بالجديدة ولن تكون الأخيرة، فحرب الجيش الوطني ضد الغزاة ومرتزقتهم مستمرة، فلا خوف على وطن ذخيرته رجاله.